بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. الحديث الأول عن سهل بن سعيد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة تبر. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة، يعني باب أحكام صلاة الجمعة. الجمعة مما هدى الله عز وجل لها هذه الأمة وأضل عنها الأمم قبلها، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة ومن ما اختص به هذه الأمة. فالجمعة خص الله بها هذه الأمة، واليهود لهم السبت والنصارى لهم الأحد والجمعة للمسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أضل عنها الأمم وادخر لهذه الأمة. وما ذلك لأن يوم الجمعة يوم عظيم، عظيم جدا، وله خصائصه ومزاياه، وهو عيد الأسبوع، وهو يعني فيه له من الخصائص والمزايا يعني أطال فيها الإمام ابن القيم في زاد المعاد وفي غيره بشكل نجد، وغيره العلماء تكلموا عنها كثيرا، لكن هو خص بمزيد من الحديث عن خصائصها. والجمعة تضبط بالجمعة والجمعة بإسكان الميم وبضمها، جمعة وجمعة. وفي الجاهلية يسمى العروبة، يسمى العروبة، هو يوم العروبة. ولا شك طبعا سمي جمعة لي إما لأن المسلمين يجتمعون فيه بهذا على هيئة، أو لأن ما جمع الله فيه من الخير وخصائص لهذه الأمة. ويوم الجمعة هو يوم الأسبوع حقيقة. حينما ولعلي أشرت إلى هذا في ما مضى في أكثر من مناسبة، أن العبادات في الإسلام لها أسرارها ولها حكمها، ولا سيما الصلاة. الصلاة يعني فرضت جماعة على الرجال المقيمين الأحرار، صلوا جماعة. وأنواع الجمعة، صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، وأيضا تختلف هيئتها بحسب كثرة
الجمعة، وهذا عجيب. فصلاة الجماعة هي لأهل الحي، كل حي عندهم مسجد يصلون فيه جماعة بطريقة منظمة، بطريقة منظمة يصلون، يأتون متهيئين متوضئين بسكينة ووقار، ويتنافسون على القرب من الإمام وعلى الصف الأول وعلى كلما يعني قرب، كلما تقارب الصفوف كان أجر الصف الأول أفضلها، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. وكلما قرب من الإمام وكلما بكروا أيضا بشكل منظم عجيب. وخاصة حينما تتأملون يا إخواني هذه الحكم في ديننا، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بها منذ 1400 سنة، كيف كان العالم قبل 1400 سنة؟ لا يعرف لا تنظيم ولا يعرف، وحتى عباداتهم ليست بهذا تحمل هذه الروح الجماعية وهذه الروح الانضباطية وهذه الروح يعني الوقوف الخاشع الراكع الساجد بين يدي الله عز وجل. فصلاة الجماعة في المسجد، مسجد الحي، ويجتمع المسلمون 5 صلوات بانتظام وسكينة كما قلنا، اقتداء بالإمام، اقتداء سواء بأفعاله بكل حركات الصلاة. تأتي الجمعة اجتماع أكبر، ولهذا كثير من العلماء يقولون لا يجوز تعدد الجمعة إلا للحاجة. ولهذا الجمعة أيضا يقول العلماء لا تنعقد إلا بإذن الإمام، نوع مرتضمية. الجمعة التي لم يذهب بها الإمام ما تصح عند بعض العلم، وهو كلام وهو عنه يعني قول واضح ووجيه. فالجمعة لا تعقد، المفروض في كل بلد تعقد جمعة واحدة، كل أهل البلد يجون في تجمع واحد. إذا جاءت حاجة وكبر البلد وفعل محتاج تتعدد الجمعة على قدر ما الحاجة، لكن المقصود أن الجمعة هي الاجتماع الأسبوعي. صلاة الجماعة الاجتماع اليومي، وصلاة الجمعة الاجتماع الأسبوعي، ولهذا له أحكام خاصة، منها الاغتسال كما سوف يأتي معنا، أن يغتسل المسلم الجمعة لأنه اجتماع كبير، ولأنه عيد أسبوع، ولأنه يأتي أيضا بنظافة، وحتى يقطع الروائح الكريهة لاحترام الجماعة واحترام للجمعة واحترام لإخوانه، يأتي متنظفا ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب من أحسن طيبه. تصور هذا التشريع من 1400 سنة، ويأتي بالسواك مستاك، ويأتي مبكر، كلما بكر كان أفضل. وسيأتي معنا الحديث عليه من جاء في الساعة الأولى فكان ما قرب بدنا إلى آخره. فيأتي مبكرا، يأتي منضبطا، يأتي مؤدبا، عليه سكينة، مبكرا ومتضيف متطيب، وأيضا يأتي بحيث لا يتخطى رقاب الناس. وهذه يعني مسألة تصورها يا إخواني كيف التنظيم. وكما قلت تصوروا أنها من 1400 سنة، والمسلمون من ذلك اليوم من منذ تشريع الجمعة إلى اليوم كل المسلمين يوم الجمعة ينتظمون خلف إمامهم، كل المسلمين، ويلقي عليهم خطبته ويصلي بصلاته، كل المسلمين. ما في أي دين
فيه مثل هذا هذه الشعائر ابدا. كل جمعه بهذا الانضباط والانتظام والكلمه التي يقولها الامام ويخطب فيها خطبه يعني يبين فيها احكام ومواعظ وتوجيهات وتنبيهات الى اخره. سوف ناتي ان شاء الله في اداب الجمعه الاداب العجيبه. فياتي مبكرا متنظفا لبس من احسن ما عنده وتطيب من احسن طيبه وانتظم وانصت. والذي ياتي متاخرا لا يتخطى رقاب الناس وانما ينتهي حيث ينتهي الصف وهكذا. بل حتى هذا في وقت الحاضر الان يعني اذا جاء المسلمون المساجد كما 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 يحترمون إخوانهم بحيث لا يتخطون رقابهم كذلك ينبغي حينما أيضا يكون معهم يعني حول الساحات التي حول المسجد ويكون فيها يعني قد تكثر فيها السيارات التي بها المصلون أيضا ينبغي أن يتنبهوا بحيث تكون السيارات منتظمة لا يؤذي بعضهم بعضا ولا يضار بعضهم بعضا ولا يمنع بعضهم بعضا للطعن أو حتى يأتي ليقف أمام باب من بيوت من أبواب البيوت. لماذا؟ البيوت هنا قد تكون فيها طوارئ، امرأة مريضة، طفل مريض، شيخ كبير مريض يريدون أن ينقلونه لفتاة السيارة قد وقفت أمام. كل هذا لا ينبغي. هذه كله آداب يعني ديننا أمرنا أن فعلا أن نلاحظ حقوق إخواننا. ثم من أدابها كما أنا نتكلم فقط عن هذا التجمعات التي شرعها ديننا ينتظمون خلف الإمام. ثم إذا صعد الإمام المر ينصتون، لا يجوز الكلام ويحرم الإنسان يتكلم والإمام يخطب. عجيب، حرمة شديدة، بل من مس الحصى فقد لغى. وقد تبطل جمعته، طبعا تبطل من حيث الثواب، لم ليس من حيث الصلاة الأداء الظاهري، لا قد ثوابه يروح يذهب بالكلية بسبب عبثه أو لغوه أو انصرافه أو نحو ذلك. فالمسلمون مطلوب منهم أن ينصتوا للإمام نصاتا تاما. وسوف إن شاء الله في ثناياها نتكلم عن مزيد من أدابها السواك وإلى آخره. كذلك أيضا بعد اجتماع الجمعة يأتي اجتماع سنوي. اجتماع سنوي يجتمع فيه كل أهل البلد، وهو صلاة العيد. ايضا ياتي متنظفا متطيبا يلبس احسن ثيابه على ما سويت بعد ان شاء الله على كلام العيدين بعد الجمعه ان شاء الله كلام مصنف. هو اجتماع كبير، فلاحظوا هذه الدوائر الاجتماعيه اول صلاه الجماعه ثم صلاه الجمعه اسبوعيا ثم صلاه العيد سنويه الهيئة التي تعرفونها، التكبير والتبكير والآداب، عيد الفطر وعيد الأضحى. الفطر له أحكامه والأضحى له أحكامه، الأضاحي له أحكامه، على ما سوف يأتي إن شاء الله تفصيله في 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 بابه. المقصود هذه التجمعات المنظمة. ثم الاجتماع العمري، يجتمع المسلمون كلهم من أقصى الدنيا. الجمعة للحي، العيد للبلد كله، عيد الحج والأضحى، لكنه الحج العرفة. يجتمع المسلمون من أقصى الدنيا بالآلاف و يصلون في عرفة جميعا وفي مزدلفة وإلى آخره. فلاحظ هذه الاجتماعات المنظمة المرتبة والتي يعني تشعر المسلمين بأنهم أمة واحدة.
وأنهم خلف إمام واحد، وأن أفكارهم وقلوبهم وأجسادهم كلها متجهة اتجاه واحدة نحو هذه القبلة ونحو التوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو شعارهم، شعارهم وشعار الإسلام، وجماعتهم هي جماعة المسلمين، ودينهم دين الإسلام واحد، ويجب أن يستشعروا هذا. فهو إنما المؤمنون إخوة. إذن المقصود هذه هي خصائص هذه التجمعات العجيبة، والتي أقول دائما يستصحب أنها منذ 1400 سنة وإلى ما شاء الله. تصور المسلمون أسبوعيا يجتمعون اجتماعا في حيهم، وإمامهم يتقدمهم ويلقي فيهم خطبة فيها مواعظ وتوجيهات وفي أحكام وفيها يعني معالجات لمشكلاتهم بشكل عجيب منظم. يعني كما قلت تصور المسلمون منذ شرعة الجمعة إلى اليوم الحمد لله وهم ينتظمون، ولا شك. ولهذا لها مزيتها ومقامها، مع هذا يرتب على إمام الجمعة أيضا مسؤولية عظيمة، حينما الإسلام جمع له أهل حيه وأهل بلده ليستمعون إليه، ينبغي هو أن يهتم بما يقدمه له، وأيضا ينبغي المأمومون أن يحترموا إمامهم ويقدروه ويتأدبوا معه. وسوف يأتي إن شاء الله مزيد أحكام وتفصيل لآداب الجمعة وأحكامها. قال رحمه الله: باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو من آخر من مات الصحابة، عمر جدا رضي الله عنه، أنصاري، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس إلى آخره. هذا الحديث له قصة، يعني في بعض الروايات أنهم تماروا الصحابة أو مجموعة من الصحابة تماروا، يعني تجادلوا أو تناقشوا تحاوروا مما صنع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزعوا إلى سهل لأنه كان معمر وكبير، وكان من أيضا من أوائل الأسلام أو من الأنصار، فذهبوا إليه يسألونه عن مما صنع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعواد المنبر مما صنعت. فأجابهم قال مباشرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر إلى آخره. فهو لم يجيبهم عن مما صنع لحكمته وفقه رضي الله عنه، قال: اسأل لتر عن مما صنع، اسألوا لما صنع. وهذا الذي ينبغي، يعني ينبغي المسلم أن يهتم باللب، ما يهتم بالصنع من ماذا، من خشب ولا من. فأجابهم بما ينبغي أن يسألوا عنه على مسافاته. على كل حال، لما نتكلم عن المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان ما كان يخطب من ماذا، كان يخطب عن جذع نخلة يقف عنده و يخطب على الأرض. فجاء غلام أنصاري بني النجار فصنع منبر، صنعه قالوا أن صنع سنة 7 للهجرة أو 8، وصنعه من خشب خشب من خشب المدينة، ذكروا نوعه الطرفاء، من خشب الطرفاء، والطرفاء قريبة من نوع الأثل، لكن قالوا الأثل أقوى،
فهذا الغلام النجار جيد صنعه، صنع المنبر من ثلاث درجات، من ثلاث درجات، واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ويبدو أنه لما كثر الناس صار يعني صنع المنبر. والمنبر هذا لم يكن في وسط المسجد، كان في الركن الغربي، في الركن الغربي، ما كان في الجزء الركن الغربي، فكان يخطو فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا انتهى نزل إلى جهة القبلة المحراب. وكان من ثلاث درجات، من ثلاث درجات على كما سيتبين هنا في الحديث. وزاده معاوية رضي الله عنه إذ أربعة وخمس رفعه، قد يكون كثرة الناس، ولا العلماء لا يستحبون رفع المنبر زيادة، لا ينبغي أن يكون عاليا جدا، ولا مرة يبدو لي حسب الحاجة، إذا كان الجوع كبير وهو يحتاج أن يعلو حتى يراه الناس أو حتى صوته يبلغ، قد يكون له إذا كان له حاجة لعل الأمر في ساعة. وإلى الأصل ألا يزيد عن ثلاثة التي هي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. إذن هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات المنبر قام وكبر، والناس وراءه كبر. في الرواية الأولى أنه حينما كبر نزل، نزل إلى أن وصل الأرض، طبعا نزل قهقرة بمعنى رجع على وراء ما التفت. لماذا؟ عشان القبلة، لأنه في القبلة، فنزل عن القحقرة يعني المشي على الخلف من غير التفات، من غير التفات. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس كبر وهو على أعلى درجات المنبر. فرواية تقول إنه كبر ثم نزل قهقرة وركع وسجد، والرواية الأخيرة أنه كبر وركع وهو في الدرجة العليا المنبر، فلما رفع نزل قهقرة وسجد على الأرض. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وهو على المنبر، يعني وجهه جهة القبلة، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع، بمعنى تدل على أنه كان كبر وركع ورفع، فنزل القهقرة يعني على خلفه كما قلنا لم يلتفت، طبعا محافظة على الاتجاه نحو القبلة، حتى سجد في أصل المنبر، الأصل يعني الأخير، يعني في الأرض، سجد في الأرض حتى يعني يؤدي السجود على هيئته التامة، على هيئته التامة، بمعنى أنه سجد ثم جلس ثم سجد ثم أتم الصلاة. قال: حتى سجد في أصل المنبر، في أصل المنبر، ثم عاد، يعني بمعنى أنه لعله صعد ثم رجع حتى فرغ من آخر صلاته،
ثم أقبل على الناس بعد ما انتهى وسلم، أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني لتتعلموا صلاتي. إذن هذه حالة خاصة، ليس هذا فعله في كل صلواته، لا عليه الصلاة والسلام، لا، إنما هذه مرة رواها سهل بن سعد في أنه فعلها، وفي رواية وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليه، يعني على المنبر، ثم رجع القهقرة إلى آخره. ولهذا العلماء أخذوا من هذا فوائد كثيرة. أولا، أنه لا مانع أن الإنسان يصلي وينوي في صلاة التعليم، كما لو أنك تصلي وخلفك مسلم جديد، أو تعلم زوجتك، أو تعلم أمك أو بنتك أو ابنك الصغير حتى يتعلم، وأن هذه النية لا تؤثر على صحة الصلاة ولا تؤثر على الإخلاص، مع أنه عنده نيتان: نية يؤدي الصلاة المفروضة، والنية الثانية أن يعلم من خلفه من أهله أو من إخوانه أو من يجهل الصلاة من أهل حيه أو أصدقائه إلى آخره، أو من المسلمين الجدد. المقصود أن نية التعليم في الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة ولا تؤثر على الإخلاص أيضا، لا تؤثر على الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أيضا ذكر الأحكام أن الحركات الخفيفة لا مانع منها، أو حتى المحتاج إليها. الرسول نزل درجتين ثلاث كل هذه، ثم لما هذا صعد مرة أخرى وهو يعلمه، أن هذه الحالة الحركات التي يحتاج إليها في الصلاة لا مانع، وأنها لا تبطل الصلاة. أما الحركات التي لا داعي لها قد تؤدي إلى إبطال الصلاة، وأنه ليس المشروع ثلاث حركات فقط، لا، إنما الحاجة، ومع أن الإنسان مطلوب أن يقلل ما أمكن الحركة، لا يتحرك، قوموا لله قانتين، يعني خاشعين وهادئين وساكنين. فالمطلوب الهدوء وقلة الحركة والسكينة والخشوع وحضور القلب، لكن إذا احتاج لا مانع. لو مثلا تصلي أنت في غرفة وطولك بها غرفة، أهلك طرقوا عليك وتصلي في غرفتك، ولا مانع تتقدم وتفتح الباب، حتى ولو كان مغلق بمفتاح مثلا وطرقوا عليك، تفتح الباب وتصلي، تتقدم خطوة خطوتين مثلا للباب وتفتح وترجع، هذا للحاجة لا مانع منه. فالحركة، أو حتى مثلا طفل يحبو حولك مثلا ورأيت أنه قد يقع في خطر فتتقدم وتسحبه، لا مانع. أو حتى أعمى يمشي تخاف أن يقع في حفرة أو يقع في شيء يضره، أو عتبة أو حجر، تتقدم تمنعه، لا مانع. فالحركات التي يعني يحتاج إليها أو فيها مصلحة أو فيها إنقاذ مسلم لا مانع منها، والصلاة صحيحة. فالحركات اللي يحتاج إليها الصلاة لا تضر. ومنها حركات التعليم، هذه الرسول صعد المنبر ونزل وصعد المنبر، يمكن إذا كانت تسلي ركعتين أو ثلاث أو أربع حسب نوع الصلاة، رباعية ثلاثية ثنائية إلى آخره. فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ صلى عليها ثم كبر ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرة.
وأيضا من الأحكام كذلك لا مانع أن يكون الإمام في مكان مرتفع للحاجة، مرتفع للحاجة، وإلا الأصل أن لا يرتفع الإمام، الإمام يكون على مستوى المؤمن. حتى بعض العلماء يقول لو صلى مرتفعا وبتكبرا تبطل صلاته، وأنه فعلا وضع نفسه في المحراب، وضع فيه زيادة عتبة وجودة حتى يكون فوق فوق المأمومين بقصد التكبر والسجل عليهم. بعض العلماء خاصة الإمام المالكي يقول تبطل صلاته، لأن أصل الصلاة هي الهدوء والتواضع والتوجه لله عز وجل. لكن إذا كانك حاجة لا مانع، كما صلى النبي في المنبر، صعد المنبر وكبره على المنبر وهو أعلى من المأمومين. فإذا الارتفاع للحاجة لا مانع منه. وسوف نتكلم عن بعض آداب الجمعة إن شاء الله في ما يأتي من أحكام. نعم. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل. عندك يوم؟ من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ما عندك يوم؟ ها؟ لا ما في. بيجي هذا. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. كما نقول لك هذا من آداب يوم الجمعة، وينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا محافظة تامة. لماذا؟ لأن كثير من العلماء يقول إن غسل الجمعة واجب، الجمهور يقول مستحب، لكن الحديث صريح في الوجوب، وفي حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يا أخوان لا تتساهلوا أبدا في غسل الجمعة، لأن علماء أثبات ومحققون يرون وجوب غسل الجمعة، ليس من جنابة فقط، لا، جنابة هذا شيء آخر، غسل من أجل الجمعة. وهذا يدل على يعني عظم شأن الجمعة وعظم حق الإخوان، لأن الجمعة يعني يجلس لا ينبغي أن يأتي وفيه روائح كريهة من إخوانه، يتأذى إخوانه وتتأذى الملائكة. فاجتهدوا أن تغتسلوا يوم الجمعة، لا 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 تتساهلوا، يعني مهما كان، ولو وحتى قال العلماء أنه ينبغي أن يغتسل قبيل أن يذهب، ما تغتسل أول النهار وبعدين ما تذهب إلا بعد ساعتين ثلاث، هذا قد لا يؤدي المطلوب من حيث النظافة وقطع الروائح الكريهة. تغتسل قبيل أن تذهب، وإن بكرت أحسن، تبكر تغتسل مبكرا وتذهب مبكرا، وهذا أفضل. لكن المقصود أن الغسل هو للتنظف والتطيب وقطع الروائح والتزام آداب صلاة الجمعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. طبعا ظاهر اللفظ وكان غير مطلوب طبعا، لكن نتكلم هذا من باب العشاء حتى يعني تتنبه للألفاظ وتتنبه لكلام العلم، وإلا المقصود واضح، لكن الصيغة لا، الصيغة قد يفهم منها أن الغسل بعد المجيء، الصيغة قد يفهم. شوف، من جاء فليغتسل، ما قال إذا أراد أحدكم أن يأتي فليغتسل. فظاهر اللفظ أن الغسل يكون بعد المجيء، وهذا طبعا ليس مرادا قطعا. لماذا؟ جاء في رواية مسلم
إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغسل. المقصود أن الغسل مؤكد، وأن من قال بالوجوب قوله قوي، قوي جدا، وبخاصة حديث في حديث يدل على الوجوب غسل الجمعة واجب أو واجب على كل محتلم. محتلم يعني بالغ، ليس محتلم بمعنى عليه جنابة، لا، لأن الجنابة حكم آخر، محتلم بمعنى بالغ. لكن الجمهور أجابوا على قوله واجب، قالوا إن هذا واجب ليس المصطلح في الشارع، إنما هذا واجب على ما تقضي اللغة. اللغة تقول هذا حقك واجب علي، ليس معناها واجب بمعنى لازم، إنما معناها من باب ال... وهذا يقودنا إلى قضية أو إلى مسألة، وهي ما يسميه العلماء الحقائق الثلاث: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة الاصطلاحية. الحقيقة اللغوية، والحقيقة الاصطلاحية، والحقيقة الشرعية. وهذا مهم جدا يعني التفريق فيها، لأن أي لفظ، أي لفظ نحن نتكلم عن إيش؟ نتكلم عن النصوص الشرعية، الكتاب والسنة. إذا جاء اللفظ فيها هل يحمل على الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الصلاحية؟ مثلا الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم تطهر وتزكيهم وصلي عليه، وصلي عليهم يعني أدعو له. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الصدقات من 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 أي جهة من الأقوام يصلي عليهم يعني يدعو له، فاللهم صل على أبي أوفى مع الدعاء. إذن الحقيقة اللغوية في الصلاة هي الدعاء، أما الحقيقة الشرعية للصلاة فهي الصلاة تعرفونها، المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، اللي هي ذات الركوع والسجود، ذات الركوع والسجود. إذن الصلاة ذات الركوع والسجود حقيقة شرعية، بمعنى لو أنك في أيام الجاهلية، أيام العرب اللي قبل أن التشريع، وقلت له صلي، هو أساسا سوف يدعو، لا يمكن أن يفهم فيها ركوع وسجود وتسبيح وقراءة فاتحة وقراءة آيات وسورة، ما هي. إنما الشارع هو الذي أخذ لفظ الصلاة من اللغة ونقلها لتكون تمثل الصلاة الاصطلاح الشرعي، بمعنى الركوع والسجود والقيام والقراءة والذكر، وصلوا كما رأيتمون يصلي. إذن عندنا الصلاة لها حقيقتان: حقيقة لغوية وهي الدعاء، وحقيقة شرعية وهي المفتتحة بالتسليم والمختتمة ب أو نعم مختتمة بالمفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الربا، وتنبهوا لما أقول، الربا في اللغة الزيادة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، حينما تقول تخاطب العربي القديم تقول الربا أو ما هو الربا أو يرامي يعني يزايد. الحقيقة الاصطلاحية
وليس الشرعية. الاصطلاحية عند الفقهاء في اصطلاح الفقهاء. طبعا احنا نقول اصطلاحية يكون فيه اصطلاح النجارين، اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الأطباء، اصطلاح المهندسين، له مصطلحات كل واحد له اصطلاح. فالربا في الاصطلاح هو معروف الربا الفضل والربا الزيادة، وهو أن تستدين وترد أكثر مما مثلا، هذا نوع من الربا. أما الربا في الشرع فهو هذا اللي هو ربا الفضل وربا الزيادة، وشيء آخر هو عجيب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، فجعل نكاح الرجل أمه نوعا من أنواع الربا شرعا طبعا، لا لغة ولا صلاح. أو في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، فسمه ربا. إذا صار عندنا ربا لغوي وربا اصطلاحي وربا شرعي. كذلك هنا الواجب، حينما قال غسل الجمعة واجب على كل محترم، قال العلماء أن الوجوب هنا وجوب لغوي وليس اصطلاحي. لماذا؟ لأن المصطلحات الجديدة الواجب والمستحب والسنة والمكروه صح موجود، لكن الفقهاء هم الذين حددوا دائرة الواجب ودائرة المستحب ودائرة المكروه ودائرة الحرام ودائرة المندوب ودائرة الخلاف الأولى، هذه كلها هم يعني من حقهم طبعا، ما في إشكال، ليس عيبا ولا معيبا. والعلماء يقول إيش؟ لا مشاحة في الصلاح بعد فهم المعنى، ما في إشكال تصطلح، من حقك تصطلح ويؤخذ به، لكن ما تلزم غيرك به. يعني ما الشرع، ما نقول حينما يقول فقهاء واجب وهم محقون أنه واجب ويأثم تاركه، لكن لا يعني أن 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 أن, أن, أن نحمل ألفاظ الشرع على مصطلحات الفقهاء. مثلا فإذا قضيتم الصلاة، هنا قضى بمعنى الانتهاء، ليس القضاء بمعنى المقابل أداء. فإذن فيه قضاء مقابل أداء، وفيه قضاء بمعنى الفراغ، وفيه قضاء بمعنى الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله، بمعنى أنها تؤدونها في وقتها وليست قضاء. وإذا قضيتم مناسككم، المقصود أن ألفاظ الشارع لا تحمل على مصطلحات المصطلحين، سواء كانوا فقهاء أو كانوا محدثين أو كانوا لغويين أو كانوا مفسرين أو غيرهم من أهل الصلاح. المقصود أن غسل الجمعة مستحب، لكن مستحب استحباب مؤكد. شيخنا ابن عثيمين يرى وجوبه، شيخ محمد بن رحمه الله يرى وجوبه، وأظن الشوكاني يرى وجوبه، كثير من العلماء يرون أنه واجب. والحديث هذا يعني صعب صرفه عن الوجوب، إلا وإلا الجمهور كلهم قالوا بالاستحباب كما ذكر النووي وغيره. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام عن أحكام الجمعة في الجلسات القادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.